السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غنوريكم جميع المراحل حتى توصلوا لمرحلة بناء القش في تزاوج الكناري. بقاو معنا. المرحلة الأولى هي أننا كنعجبو ما بين الذكر والأنثى ميشوفوش بعضياتهم، تبقى غير الأنثى تنادي على الذكر، هي الأنثى تشوف صافي مجمعتليهاش، يعني طريقة مضمونة. ضروري خصك توفر ليهم مشربيات في الماء نقي، الماكلة دائما في الوقت، ضروري تعطيهم كل يومين بيض مسلوق، بالأخص الذكر على حساب مزيان ميكونش عندو خبز كاو، المهم هذا هو الجرعة ديال الجاسبي. والمرحلة الأولى هي هذه، كتكون فاصل بيناتهم ميشوفوش بعضياتهم بحال هكدا. والمرحلة الثانية اللي هي انك كتحيد هذا الغطاء، هذا الغطاء هذا كيتحيد كما قلنا. المرحله الاولى هي انك كدير هذا الغطاء انهم يشوفوهمش لمده اسبوع تقريبا. والمرحله الثانيه كتحيد هذا الغطاء هذا، يبقى غير الغطاء السلكي بحال هكذا، الانثى تشوف الذكر والذكر يشوف الانثى، كتحط ليها خيوط تعشيش. انا صافي راه تقريبا جمعت العش، صافي كتحط ليها خيوط تعشيش، انا جمعت العش. بالنسبه لهذه المرحله ديال كتحط ليها خيوط تعشيش، يمكن لك تحط ليها عش خارجي بحال هذا كيتعلق، او تحط ليها هذا العش ها هو اللي كيتعلق بحال هكا داخل القفص. ياك كما قلنا كتقاسد عليهم لمدة اسبوع بحال هكدا، وكيشوفوا بعضياتهم مدة اسبوع اخر، كتكون الانثى جمعات العش صافي. كيف ما كتشوفوا كنحيدوا هذا الغطاء السلكي، الغطاء السلكي كيتحيد، ها هو فاصل السلك، ها هو كما كتشوفوا الانثى والذكر كاع ما كيتضاربوا وشيهم. انا ديجا عندي هادو جمع العش ودرت لهم هاد المراحل كاملين، وانتم كتشوفوا هاي الانثى كتاكل في البيض على حساب الكالسيوم والشور اللي فيه وعلى حساب البروتين، حيت ضروري تنوع عليهم الاكل. واللي عنده شي تساؤل بالنسبه للكناري او البادجي او المقنين اللي هو ستايلا او البيروش كما كنقولوا ليه، ولا اي طائر فيخليه ليا في كومونتير، وما تنساوش لايك واشتراك، وان شاء الله راه غنحط لكم فيديو فاش تبغيه. الله يعاونك.